ناس كتير ما تعرفش انا ابتديت التلفزيون ازاي انا كنت صحفي وبعدين جات لي فرصه ان انا اشتغل في قناه اوربت كانت اوربت دي وقتها يعني عجوبه انه اللي عنده جهاز اوربت في البيت ده حاجه يعني ليه بقت او اس ان دلوقتي كان شيء غير عادي يعني وجت اداره اوربت كان بيشتغل في نفس المحطة الإعلامي الكبير أستاذ عماد الدين أديب كان بيعمل برنامج على الهواء. وجي عماد في يوم كلمني قال لي يا عمرو هم عايزينك تشتغل في أوربت. قلت له أنا؟ قال لي أه. وقال لي خد فلوس انزل اشتري شوية بدل. أو سافر اشتري شوية بدل. فقلت له أشتري بدل ليه؟ أنا هشتغل في الإعداد. اللي مش الاعداد ده مش بدل قال لي لا انت مش شايف الاعداد انت هتبقى مذيع قلت له انا قال لي اه رحت وجيت هنا مدينه الانتاج الاعلامي كنا اول برنامج يدخل مدينه الانتاج الاعلامي يعني كانت مدينه الانتاج الاعلامي دي فيها استديوهات فيها هناجر يديك هنجر كده تصور فيه حط الكاميرات و... ويعني لو حد عطس بره كان صوته يطلع معانا ركبنا المهم عملوا لنا استوديو وعرفوني بالمخرج مخرج كان مخرج عبقري كبير اسمه الاستاذ عبد الله بجاسير الاستاذ عبد الله كان مرعبا ده راجل جاي بقى من التلفزيون السعودي عامل برامج كبيره جدا حاجات مسابقات المعلومات ويعني كان له ايادي بيضاء في تاسيس التلفزيون السعودي وأنا داخل طبعا عمري ما وقفت قدام كاميرا في حياتي وعمري ما اتكلمت في ميكروفون ولا أعرف بيتكلموا ازاي كانت فكرة المذيع اللي بيتكلم زي كده غير موجودة، أنت ازاي تتكلم كده كان المذيع يتحدث باللغة العربية الفصحى ومعنى الآن الفنان الكبير أمير الطرب العربي الفنان العظيم هاني شاكر ولد هاني شاكر عم يتكلم كده المذيع إنما كانش في مذيع بيتكلم زي كده وما كانش في مذيع تخين واصلع ما فيش حاجه كده مذيع لازم كان يبقى جان بريميريان يعني فجي وطبعا كان عبد الله بجاسير ده يدخل الاستوديو رعب رعب عارف يعني ايه رعب وانا مش ناقص انا عمري ما اشتغلت ومش, فاضي يعني يعني مش 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 عارف اعمل ايه ولا اتكلم ولا اروح فين ولا ابص فين انتم ملاحظين ان انا لغايه دلوقتي في ناس بتسال الحكايه دي ان انا ما ببصش للكاميرا يعني انا كل مذيع دايما اول حاجه يقول لك الكاميرا بتاعتي فين بص للكاميرا انا ما ببص ومن يوميها فقال لي بالله عليك يا اخ عمرو بص للكاميرا قلت له مش هعرف اتكلم قال لي خلاص ما تبص انا فاكر ده اول حوار بينا قال لي ما تبص قال لي شو كاتب ايش كاتب قلت له والله يا استاذ عبد الله انا مش كاتب اي حاجه قال لي طب خلاص قول عبد الله بجسير توفى بالامس وهو واحد من اللي ليهم فضل عليا المخرج السعودي الأستاذ عبد الله بجسير رباني واحتضني وحبني وصبر عليا وهنا ده دا دايما أما بيتكلموا على معلش أنا آسف يعني تفصيله بسيطه هو ليه ما فيش مذيعين جداد؟ يعني من فتره هم للأسف على قلبكم هم هم نفس مذيعين وانتوا حتى متضايقين منهم يعني ليه ما فيش مذيعين جداد؟ لانه حبان الله بناس قالت لي اشتغل نيلت الدنيا اشتغل طلعت على الهوا وغلطت اشتغل اشتغل اطلع قدم روح لغايه اما عارفين زي ما فريرا كده خد الشباب كان عبد الله بكاسير ده وكانت اداره اوربت دي بتعمل كده اشتغل لغايه لما ابتديت تطلع قماش بقى بعد برنامج اسبوعي راحوا مديني برنامج شهري وبعدين راحوا مديني برنامج يومي. وبعدين بعد سنين نطقت كان الفضل للراجل ده المخرج السعودي المحترم استاذ عبد الله بجاسير وطبعا كان عنده القدره انه اولا الراجل ده الله يرحمه كان عنده موهبة فنية غير طبيعية مفيش حاجة كانت لأم كلثوم نادرة أو قديمة اسطوانات غير كانت عند عبد الله بكسير يفهم في الفن وقاري ومثقف فطبعا أنت قدام يعني حد عظيم علمني وسبني على راحتي قال لك قال لهم يا جماعة الخير هذا الولد هو كده سيبوه يعني ما 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 حد يضايقه يعني قال له بس ما يعني وكان في بقى طبعا اساتذه بقى كان ال الناس اللي هم المخرجين والمنفذين يا فندم يقول له آه يعني آه سيبوه ما يعني يقول ما يقول يعني وفعلا عبد الله بجسير له فضل عليا الله يرحمه انا بعزي عيلته كنا بنقول له يا ابو احمد بعزي عيلته بعزي الناس اللي تعرفه وبعزي كل التلاميذ انا من تلاميذ عبد الله بجسير وفضل عبد الله بجسير على راسي يفضل العمر كله ويفضل كل ما اقعد في اي حته اقول ان انا تلميذ هذا الرجل وعلمني كل حاجه واداني فرصه ودايما اقول للناس يا جماعه اللي عايز حد في الاعلام او بتاع انا بشوف ايه ناس يقولك لك ايه يقول لك شغلناه 3 4 اشهر كده وما يعني ايه 3 4 اشهر ده الاعلام ده والتلفزيون ده خبرات احنا احنا ما وصلنا وعلى فكره لغايه دلوقتي بغلط ولغايه دلوقتي بتلخبط ولغايه دلوقتي بقول حاجات غلط ولغايه دلوقتي بعمل مشاكل على يعني مش عبقري قوي خلاص يعني انا باقي مثلا سنه بكتير وبطل اعلام ده لو كملتها كمان آه ما مش ما وصلتش لا مش انا بس بره اعظم المذيعين واعظم الاعلاميين بيفضلوا بس في حد استثمر فيا وقت ومجهود وفلوس بشكره وبشكر اوربت اللي كان ليها الفضل عليا يعني طيب قليل